وصلنا لفقرتنا القانونية اللي رح نحكي فيها عن الطلاق اللي يعتبر من أعقد المشكلات الاجتماعية اليوم بحياة الأسرة والأسرة وأيضا بالمجتمع بشكل عام. اليوم قديش له أثار سلبية على الأطفال، يمكن دائما الأطفال هنن الحلقة الأضعف أو هنن الخاسر الأكبر بهذا الشيء. اليوم رح نحكي عن كتير من الأمور اللي بتخص موضوع الطلاق. اليوم كتير من الأزواج بيجهلوا الأحكام والحقوق المترتبة على كل الطرفين في حال وقوع الطلاق. اليوم رح نتعرف على أنواع وأحكام الطلاق في القانون السوري مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو المحامي حسان دغيم. يسعد صباحك. صباح الورد وصباح جميع السادة المشاهدين. أهلا وسهلا فيك، نورتنا. بالبداية خلينا نحكي عن موضوع الطلاق بشكل عام بالقانون السوري وكيف منعرفه. تماما. هلأ موضوع الطلاق، أول شيء خلينا نرجع لموضوع الزواج اللي هو الخطوة ما قبل الطلاق. شرع رب العالمين بالشريعة الإسلامية الزواج، جعله هو الوسيلة للتناسل واستمرار الحياة وبقائها. طبعا أحد شروط الزواج أن يكون مؤبدا، عدم التأقيت. يعني ما بصير أنا أقول بدي أتزوج لمدة 100 عام 20 عام. موضوع التأقيت فهو شرط يبطل هذا الزواج. طبعا الزواج مثل ما عم نحكي لازم يكون دائما مؤبدا مستمرا، ولكن لبعض الأحيان كثير من المشاكل تظهر أثناء الحياة الزوجية ما بين الزوجين. طبعا. يجعل من استمرار الحياة مستحيل، تستحكم الخلافات ما بين الطرفين. عنا كثير أو كثير أسباب لوجود الخلافات. أحيانا بكون في عنا غياب أحد الزوجين يؤدي إلى ضرر الزوج، أو مثلا سجنه أو فقدانه. مو معقول اليوم زوجة فقد زوجها مثلا مدة عام 2 5 10 ما بتعرف عنه شيء، ضلع مستمرة بموضوع الحياة الزوجية. أحيانا اختباين الآراء، اختلاف الأفكار ما بين الزوجين تؤدي إلى حياة مستحيلة. أو أحيانا موضوع الأمراض، قد يصيب أحد الزوجين مرض. لهيك رب العالمين شرع أو سن شيء تاني اسمه طلاق، لوضع حد لهذا الظلم اللي قد يتعرض له أحد الطرفين. فموضوع الطلاق هو يكون بلفظ الطلاق الصريح. فالطلاق هو حل عقدة الزواج، خلينا نسمي الزواج عقدة، فالطلاق هو حل عقدة هذا الزواج. طبعا الطلاق يقع باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة. أحيانا في عنا بعض الأشخاص غير قادرين على النطق، فيكون يقع الطلاق باللفظ بالكتابة. أحيانا على البرنامج اليوم وسائل التواصل الاجتماعي على الواتساب، لك أنا زوجي طلقني على الواتساب، هل هذا الطلاق يقع؟ طبعا يقع. طيب في عنا أحيانا وجود أشخاص بيكونوا أبكم، الشخص الأبكم إذا ما له قادر على الكتابة، لا يجيد الكتابة، كيف يقع الطلاق؟ يقع بالإشارة المفهومة. طبعا لأنه الأبكم في لهم لغتهم الخاصة، فبالتأكيد في تعبير من لغاتهم أو من إشاراتهم تعبر عن موضوع الطلاق. طبعا يستطيع أحد الزوجين أن يوكل غيره بموضوع الطلاق أو التطليق. كمان يستطيع الزوج أن يوكل زوجته أثناء ابرام عقد الزواج او بعده بتطليق نفسها منه، اللي احنا بنسميها بالعاميه انه يجعل العصمه بايد الزوجه. تماما. فموضوع الطلاق هو موضوع رفع الظلم عن احد الزوجين اذا تعرض لاثناء الحياه الزوجيه. فالطلاق هو حل عقده الزواج، من لفظه طلاق اطلق الشيء، اسرح الشيء، ترك الشيء. فتماما هذا هو موضوع الطلاق، او هذا تعريف تقريبي للطلاق. تقريب. طيب اليوم اذا بدنا نروح لانواع الطلاق، اكيد له انواع كثيره وايضا حسب القانون السوري، خلينا نتعرف عليه. تماما. هلا الطلاق في عنا له 3 انواع محدده ضمن القانون السوري، قانون الاحوال الشخصيه السوري. اول هو قانون او عفوا هو الطلاق بالاراده المنفرده للزوج. بيستطيع الزوج ينزل على المحكمه الشرعيه يطلب تطليق زوجته. طبعا بالمحكمة الشرعية يستطيع ذلك، ولكن بعد دفع المهر لها. هذا بيكون بالإرادة المنفردة للزوج، نحن بنسميه الطلاق الإداري، ما لا أي رأي الزوجة بهذا الموضوع. النوع الثاني اللي هو عنا موضوع المخالعة الرضائية، عقد مخالعة رضائية. بيكون الزوجين متفقين على موضوع الطلاق. بالمخالعة الرضائية مثل ما صار عنا تبادل ألفاظ الزواج، بصير في عنا تبادل لألفاظ المخالعة. يبرئ كل منهما الآخر من حقوق الزوجية ويتم توقيع عقد المخالعة ويتم الانفصال بعدها. النوع الثالث هو نوع التفريق. طبعا الزوج يستطيع أن يطلق زوجته بكلمة واحدة، أنت طالق، بينما الزوجة تستطيع أن تطلق نفسها أو تطلق زوجها بكلمة أنت طالق. تستطيع أن تطلب التفريق من القاضي. أحيانا بيكون في عنا عدة أسباب لموضوع التفريق، أشهرهم وأكثرهم تداولا بالمحاكم هو التفريق لعلة الشقاق والضرر. شو هو الشقاق والضرر؟ لما بتلاقي الزوجة في عندها شقاق وضرر من الاستمرار بالحياة الزوجية ترفع أمرها للقاضي.
للمحكمة الشرعية، المحكمة الشرعية تنظر بالموضوع، وبالنهاية إذا أصرت الزوجة على الطلاق تأخذ موضوع الطلاق، تأخذ حقها بالطلاق. في عنا تفريق للغياب مثل ما حكينا، إذا شخص غاب أو فقد، خاصة بالأحداث الأخيرة اللي عم نتعرض إلها، إذا شخص فقد طيب الزوجية بتضلها مستمرة إلى ما شاء الله. في عنا مفهوم خاطئ بتقلك أنه أنا زوجي غايب عني له 10 سنوات أو 7 سنوات فأنا أوريدي طلقت. لا، هذا الحكي غير صحيح. لازم نرفع أمرنا للقاضي وناخذ قرار، نحصر على قرار بالتفريق ولو استمر الغياب عشرات السنوات. فإذا كان التفريق ما له صادر عن المحكمة الشرعية فبتضل الزوجية مستمرة. فعنا هدول 3 أنواع لموضوع الطلاق: طلاق بالإرادة المنفردة، المخالعة الرضائية، أو طلب التفريق من الزوجة أو من الزوج. أحيانا بيكون الزوج بيقدر يطلب طلب التفريق بغض النظر عن موضوع الطلاق، أنه يرمي عليها يمين الطلاق. أحيانا كتير في عنا تفريق للأمراض، قد يصيب الزوجة مرض بعد الحياة الزوجية يجعل من الحياة عسيرة أو مستحيلة بالنسبة للزوج. طيب اليوم ذكرت حضرتك التفريق والمخالعة، خلينا نحكي شو الفرق بيناتهم اليوم، وهل اليوم في حال الزوجة هي طلبت المخالعة أو التفريق بحالتين بتحصل على حقوقها كاملة أم لا؟ تماما. هلأ أول شيء رح نفرق ما بين المخالعة والطلاق. بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية عام 2019 جعل من المخالعة فسخ لعقد الزواج ولا يعتد به كطلقة. يعني شو يعني هذا الحكي؟ اليوم نحن بنعرف الطلاق ثلاث، يعني 3 طلقات بانت بينونة كبرى نحن بنسمي الزوجة، بينما بالمخالعة أصبح عقد المخالعة هو فسخ لعقد الزواج وليس طلقة رجعية. شو يعني؟ يعني نحن اليوم إذا زوجين عملوا مخالعة بيقدروا يعملوا مخالعة عشرات المرات، كل خناقة بيعمل مخالعة وبيرجع بتزوجها بعقد جديد ومهر جديد، فكانت المخالعة تعد طلقة. تعد طلقة، أما اليوم بعد التعديل أصبحت فسخ لعقد الزواج. بالمخالعة بعكس الطلاق، الطلاق يقع ممكن بالإرادة المنفردة للزوج، بينما بالمخالعة نحن عم نسميه عقد، وكلمة عقد تتطلب توافر رضا الطرفين. عقد المخالعة الرضائية لازم يكون الطرفين متفقين على عقد المخالعة وبيتبادروا ألفاظ المخالعة وتنتهي الحياة الزوجية. بالمخالعة يبرئ كل منهما ذمة الآخر، ما إلي عندك ولا إلك عندي، بدنا نهدف أو الهدف تبعنا الحصول على الطلاق، التفريق ما بين الطرفين. بينما بالطلاق الرجعي تأخذ المهر أو المرأة حقها، ممكن يطلع على خاصة بالطلاق التعسفي أو الطلاق الإداري مثل ما حكينا أول مرة، الطلاق بالإرادة المنفردة المحكمة الشرعية ما بتسمح للزوج يطلق إلا بعد وضع مهر الزوجة. تماما. فمثل ما عم نحكي هي السمات الأبرز للتفريق ما بين المخالعة والطلاق. طيب في حال الطلاق الإداري مثل ما ذكرت حضرتك، بتقدر الزوجة اليوم إن هي ترفض هذا الشيء أو ما توافق عليه؟ هل هذا الشيء متاح أو ممكن؟ الطلاق ممكن الإداري هي ما فيها ترفض ما فيها أو تقبل أبداً. لأنه إحنا أحيانا إحنا كتير بيسموها بالعوام طلاق غيابي، طلاق غيابي أو طلاق بالإرادة المنفردة، لأنه الزوج بإمكانه رب العالمين ملك وملك أنه بإمكانك تطلق زوجتك، ولكن يحق للزوجة المطالبة بكامل حقوقها. طبعا نحن في بعضهم بيسموه هذا طلاق تعسفي، فبتقدر الزوجة تطلب من وراء الطلاق الإداري موضوع التعويض، تعويض عن الطلاق التعسفي إذا صاب ضرر من هذا الطلاق. تمام. طيب اليوم الزوجة اللي هي بتطلب الطلاق وحصلت على هذا الشيء من زوجها، بحق لها كمان أن تطالب بكامل حقوقها أم لا؟ تماما. هلا كنا عم نحكي تحت الهواء في عنا جهل قانوني للأسف عند معظم السيدات. طبعا نحن ما عم نشجع على الطلاق، نحن ما عم نشجع على الطلاق، ولكن أنا عم ضوي على موضوع الجهل القانوني عند معظم السيدات يلي عم تتعرض للظلم أو للجور من قبل أزواجها. بتفكر إن إذا أنا اليوم رح روح طالب بالطلاق فأنا فقدت كامل حقوقي. لا، مين قال لك هذا الحكي؟ أكثر شغلة بتخاف علي الزوجة أو الأم إنه هنن الأولاد، إنه هي بتتهدد إنه رح ياخذ منك أولادك. تماما. إذا أنا طلبت الطلاق فراح علي المهر، إذا أنا طلبت الطلاق ما إلي ولا حق، بالعكس تماما هذا الحكي. ممكن الطالب بالمقدم بمجرد الزواج للزوجة لو طلبت الطلاق بيطلع على المقدم المهر، مقدم المهر، وأثناء إذا استمرت الحياة الزوجية بعد فترة طلبت الطلاق ممكن هي الطالب بالمقدم والمؤخر حسب نسبة الإساءة ما بين الطرفين. طبعا من حقها كمان الطالب بنفقة زوجية، بنفقة عن فترة العدة، لأنه أثناء فترة العدة نفقتها على الزوج. ممكن الطالب بنفقة للأطفال، حتى ممكن الطالب بالمصاغ الذهبي بالأشياء
جهازية، إذا في مساق ذهبي أثناء الحياة الزوجية أخذوا منها الزوج ممكن تطالبوا فيهم، ممكن تطالبوا بالمساق الذهبي، عفوا بالأشياء الجهازية، أي أشياء جهازية، عفش بيت، تياب، أغراض جابتهم من بيت أهلها أو هي جابتهم على بيت الزوجية كمان من حق الطالب فيهم. موضوع الحضانة للذكر والأنثى لعمر 15 عام، يعني هدول كل الحقوق من حق الزوجة. كتير عم نتعرض هاي لهذا السؤال بمكاتبنا للأمانة، فبتتفاجأ الزوجة اللي عم تطلب الطلاق انه بيطلع لك هاي الحقوق. فعدم دراية او جهل القانوني هذا للأمانة لازم يتضوى عليه. طبعا برجع بأكد لك نحن ما عم نشجع على الطلاق، ولكن نحن عم نضوي على موضوع الحقوق للزوجة في حال هي طلبت الطلاق. تماما، اكيد ما عم نضوي على الموضوع استاذ، لكن للأسف عم نشوف بمجتمعنا كتير من الظلم، في عن جد سيدات عم يتعرضوا لظلم كبير، فهنون عم يضطروا انه يسكتوا من شان نفس الموضوع اللي كنا عم نحكي فيه، موضوع الحقوق، واللي اكثر هو موضوع انه موضوع الاطفال. طيب اليوم استاذ بدنا نحكي عن النفقه، قديش بتتقدر النفقه شهريا اليوم للاطفال، واذا الزوج تمنع عن تقديم هي النفقه شو او القوانين او الشروط المترتبه عليها؟ تماما. هلا نحن اول شيء موضوع النفقه تفرض للزوجه شرعا وقانونا ولو مع اختلاف الدين. لنفترض انا مسلم وزوجتي من غير ديانه، يفترض علي نفقه عليها، وحتى لو كانت هي مقيمه ببيت اهلها، النفقه تجب على الزوج ولو مع اختلاف الدين، ولو كانت الزوجه مقيمه ببيت اهلها. عندنا موضوع النفقه اليوم، النفقه نوعين، نفقه كفايه ونفقه يسار. نفقه الكفايه تفرضها المحكمه او القاضي الشرعي بمجرد طلبه. نفقه الكفايه بتكون اقل شوي من نفقه اليسار. نفقه اليسار بدها تثبت الزوجه انه زوجها ميسور الحال، فبترفع موضوع النفقة الشهرية. طبعا في عنا اجتهاد بدي يسميك طريف شوي لمحكمة النقض، بيقول انه زواج الزوج من امرأة تانية ليس دليل على يسار الزوج. يعني انا كزوج اليوم ما فيني اروح طالب المحكمة بنفقة اليسار باعتباره زوجي متزوج وحدة تانية، فزواجه من امرأة تانية او من مرأة تانية هذا ما له دليل على يسار الزوج. موضوع انه كيف الزوجة بتقدر تجبر الزوج على مهرة او على النفقة، نحن عنا المهر اليوم من الديون الممتازة، يعني اليوم اذا توفي الزوج قبل تقسيم التركه يجب اعطاء المراه حقها بالمهر من الديون الممتازه اللي بتطلع للمراه. طبعا نحن لنفترض ما اعطاها حقها بموضوع المهر او النفقه، تستطيع تنظم اضباره تنفيذيه نحن بنسميها، تضيق عليه اما بالحبس او بالحجز على املاكه لحتى تقدر تحصل حقها. فبتنظم اضباره تنفيذيه بتطلب فيها المهر والنفقه في حال ما اعطاها الزوج هذا الموضوع، فالمحكمه تلقي الحجز الاحتياطي او تلقي الحجز على املاك هذا الزوج، او احيانا نحن بنسميها بالعاميه بتنظم له محبوسيه اكراه. تماما هذا الموضوع، حتى في حال انه ما كان في اثبات انه هذا الزوج ميسور الحال، هو واجب عليه هي النفقه. تماما. في حال في اولاد او ما في اولاد، تماما. في نفقه للزوج. تماما. النفقه زي نحن عم نحكي في عندنا نوعين للنفقه، نفقه كفايه ونفقه نفقه يسار. نفقه الكفايه هي حتما بتطلع على للزوجه، ولكن اذا ارادت ان ترفع موضوع النفقه، قيمه النفقه اللي احنا خلينا نحكي بدنا نثبت انه الزوج ميسور الحال، ممكن نجيب كشف حسابات لراتبه. اذا شخص اليوم عم يقبض بالشهر 10 مليون، من غير المعقول نعطيها للزوجة نفقة كفاية مثلا ب 50,000 ليرة شهريا. للأسف نحن اليوم نفقة الكفاية بمعظم المحاكم ما عم تتعدى مبلغ 100,000 ليرة بالشهر. شو عم تساوي اليوم مبلغ 100,000 ليرة؟ نعم. تمام. طيب اليوم هل في شروط او في حالات ممكن انه يسقط حق المراه من المهر؟ ايمت بيسقط حق؟ تماما. في عندنا للامانه حسب قانون الاحوال الشخصيه في عندنا حالتين يسقط حق المراه بالمهر كامل. اول وحده لما بيصير في عندنا بينونه اثناء بعد العقد ولكن قبل الدخول والخلوه، وكان السبب يعود للزوجه، عقدنا عقد زواج بالعرف خاطبين ولكن هن امام القانون اسمهم متزوجين، عقدنا عقد زواج ولكن ما صار دخول او خلوه، والمراه طلبت الطلاق لسبب يعود لها، فهون تحرم من المهر مقدمه ومؤخره. الحاله الثانيه هو القتل المانع للارث، اذا زوجه قتلت زوجها فتمنع من موضوع المهر او يحجب عنها هذا المهر، واصلا اذا كانت مثل ما بيقولوا قابضه مقدم مهرها يسترد. تمام. فعندنا هدول الحالتين يسقط حق الزوجه من موضوع المهر. تمام. طب اليوم اذا بدنا نحكي عن تعديل المهر، كيف يتم تعديل المهر اليوم بالقانون السابق؟ تماما. نحن اليوم القانون بعد التعديل 2019 سمح للزوجه انه تعدل مهرها. طبعا في عندنا حالتين بالبدايه لموضوع تعديل المهر، هو الحاله الرضائيه ما بين الطرفين، ما بين الزوجين،
انا وزوجتي اليوم بدنا نعدل مهرنا. طبعا للعلم ما في حد ادنى او حد اعلى للمهر، يعني ممكن المهر يكون 500 ليره ما في شيء بيمنع، وممكن يكون حد اعلى رقم عالي كثير كمان ما في شيء بيمنع طالما في عنا توافر رضا الطرفين. فالحاله الاولى هو بيكون برضا الطرفين، بيتفقوا الطرفين اللي احنا بدنا نعدل المهر سواء زياده أو نقصانا، ننزل على المحكمة الشرعية، من قدم طلب للقاضي الشرعي أنه نحن الطرفين الزوجين أصحاب العلاقة نطلب تعديل المهر سواء زيادة أو نقصانا، ويدون هذا التعديل بأصل عقد الزواج. يدون هذا التعديل بأصل عقد الزواج، لأنه بأصل العقد بيكون مكتوب لنفترض مهر الزوجة مليون ليرة بمليون ليرة. فأثناء التعديل يدون هذا التعديل مثل ملاحظة أنه عدل المهر اصبح مؤخر مقدم كذا ومؤخر كذا. الحاله الثانيه هو الحاله الثانيه لما الزوجه تطلب تعديل مهرها اثناء مثلا دعوى تفريق. اذا استمرت الحياه الزوجيه فتره معينه، بدها تمر فتره على الحياه الزوجيه، وكان في عندنا موضوع المهر البخس او المهر الصغير، يعني هلا اليوم بتلاقي كثير ناس مهرها 100,000 ليره أو 50,000 ليرة أو 200,000 ليرة. فمن حق الزوجة أنه تطلب تعديل المهر حسب القوة الشرائية وإعطاء مهر مثيلاتها اليوم. فبهدلول الحالتين نحن فينا نعدل موضوع المهر. طيب أستاذ، اليوم في كتير حالات أو بنسمع يمكن بحياتنا الاجتماعية أنه اليوم هي طلبت الطلاق من جوزها، فهو طلب منها أنه أنا في حال بدي طلقك أنه أنت لازم تتنازلي لي عن كل شيء، عن الأولاد وعن كل حقوقك. هذا الشيء جائز؟ واليوم هي المرأة شو فيها تتصرف بهي الحالة؟ هلأ موضوع التنازل هو اللي هو موضوع المخالعة. إحنا ما بصير عنا تنازل إلا بعقد المخالعة الرضائية، وننتبهوا شو عم نحكي، عقد مخالع رضائية. كلمة رضائية معناها لازم يتطلب توافر رضا الطرفين، فإذا هي رفضت هذا الشيء ما في قوة بالأرض بتجبرها على أنه تتنازل. بس موضوع هلأ إذا في حالة نازلت عن المهر ما بقى فيها الطالب فيه. أما موضوع الأولاد، حكينا لحنا الأولاد سواء كان ذكر أو أنثى، فالحضانة للأم لحتى يتم عمر 15 عام، والحضانة من النظام العام. في حال كتير اليوم نحنا بدي أجبرك أنك تتنازلي لي عن حضانة الأولاد، بتنازل لك وبروح بنزل معك على المحكمة وبتنازل أمام القاضي عن الأولاد، عن حضانة الأولاد. ولكن بكرة أنا فيني أرجع طالب بالأولاد. لحنا في عنا مفهوم خاطئ كمان شائع بين العالم كتير، بنقول الحضانة حق للأم أو حق للأب. هو الحضانة لا حق للأم ولا حق للأب، الحضانة حق للأولاد. من حق الأولاد من عمر يوم لعمر 15 عام يكونوا بكنف الأم، بحاجة تنظيف، بحاجة غذاء، بحاجة حنان الأم من عمر يوم لعمر 15 عام. فأنا ما فيني أحرم الأولاد من هذا الحق. بعد ال 15 عام خاصة إذا كان الطفل ذكر بكون بحاجة لخشونة، خلينا نسميها، أو لتربية الأب. صحيح. فهو الحضانة حق للأطفال وليس حق للأب أو للأم، والحضانة من النظام العام. في حال تنازلت عنه الأم بأي لحظة من عمر يوم لعمر 15 عام بتقدر تطالب بموضوع الحضانة، إلا إذا كان في عنا سبب من أسباب سقوط الحضانة. طب أسباب سقوط الحضانة خلينا نحكي عنها. تماما، في عنا عدة أسباب للأمانة من أسباب سقوط الحضانة. أول واحدة هو زواج الأم في حال طلقت الأم وأخذت حضانة الأولاد، في حال زواجها من شخص أجنبي تسقط عنها الحضانة. الموضوع الثاني هو إهمال الأطفال، إهمال تربيتهم. بتلاقي اليوم طفل عمره مثلا 12 أو 13 عام منتشري عنده السباب أو الشتائم، يعني كلام لا يخرج عن طفل بهيك عمر. فكمان هي قرينة على إهمال تربيتهم أو إهمال غذاؤهم. تلاقي طفل عمره 12 سنة ولكن جسمه ضعيف، فهذا دليل انه الزوجه ما عم تقدر او امه ما عم تقدر تغذيه بالشكل المناسب. اهمال التعليم، انتشار الرذيله بمنزل الزوجيه او بمنزل اهل الزوجه، فهذا كله سبب من اسباب سقوط الحضانه. بس للملاحظه صغيره، قبل تعديل قانون الاحوال كانت الحضانه تكون للام. اذا سقطت الحضانه عن الام تنتقل لام الام، بعدين للاب، بعدين لأم الأب. بعد التعديل أصبحت الحضانة للأم بداية، إذا سقطت عن الأم في حال زواجها تصبح للأب. كانت بالتعديل أو قبل التعديل إذا سقطت عنها الحضانة، يعني المرأة اليوم تتطلق عندها أولاد بحضانتها، تروح تتزوج، سقطت عنها الحضانة، كانت لمين تروح الحضانة؟ لأمها، يعني لست الأولاد من أمهم. اليوم تعدل هذا الموضوع، صارت الحضانة تنتقل قبل الست للأب. تماما.
بعد التعديل. في حال الاب ما بده ياخذ هدول هلا بالرضا اذا تماما في حال اتفاق ما بين الطرفين انه انا ما بدي الاولاد بضلوا بحضانتهم، ولكن هذا سبب من اسباب سقوط الحضانه في حال طالب الاب باي لحظه في هون ممكن يطلعوا له. طيب استاذ اليوم بدنا نصائح منك لكلا الزوجين عن فيما يخص يمكن الحياة الزوجية او موضوع الطلاق. اكيد مثل ما ذكرت حضرتك يمكن في حالات الامهات او السيدات بتضطر انها تسكت عن هذا الشيء، في حالات عن جد بيكون في حاجة لهذا الطلاق. تماما. هلا للامانة بالبداية انا بدي انصح الاهل قبل الزوجين. احنا في كثير عنا اليوم اهل بيطلب مهر عالي لبنتهم بيقول لك هذا حفاظا او حمايه لحقوقها. ما في مهر ولا مصاري ولا ذهب ولا اي عمله اخرى تحفظ لك حق بنتك. بالعكس انت بهذا الموضوع عم تجعل من البنت سلعه. صحيح. عم تجعل من البنت سلعه سعرها هالقد او مهرها هالقد. فانا نصيحتي اول شيء للابوين، أبوين الزوجة، أبوين البنت، أنه ينقوا أو يختاروا العريس أو الزوج المناسب لبنتهم بغض النظر عن الموضوع المالي. طبعا نحن اليوم ما عم نحكي أنه خلي مهر بنتك 1000 ليرة سورية مثلا، ولكن شيء بالمعقول، لأنه لما عم تطلب المهر العالي أنت هون عم تسلع بالبنت، والمهر ما بيحفظ لحقها، لانه لما بده يكاره مثل خلينا نحكي شوي بالعاميه، اذا الزوج كاره زوجته بخليها تعمل مخالعه وتترك الحياه الزوجيه، تكره كل شيء، لا مصاري ولا بيوت ولا هي وحده. الموضوع الثاني انا بنصح الازواج بالتروي، الحياه الزوجيه مستمره، ممكن تستمر ما بين الزوجين 20 30 40 50 سنة، ممكن تستمر. الحياه فيها عسر وفيها يسر، مثل ما بقولوا بالعاميه فيها عسل وفيها بصل. اكيد الزوج او الزوجه مو على طول بالمود المنيح، مو على طول حياتهم سعيده، حيظهر عندهم مشاكل. فانا بنصح الزوجين بالتروي، جعل موضوع الطلاق اخر حل، اخر حل يتم التفكير فيه، اذا مو لصالحهم مشان كرمال الاولاد. الاولاد للاسف اليوم كثير عم يكونوا اداه للنكايه او للجكاره ما بين الزوجين، ما بين الاب والام، بيجاكروا بعضهم بتلاقي بالاولاد. فانا عم تتاثر نفسيا حتى مستقبلهم. تماما. الوحده الشغله الثالثه، النصيحه الثالثه، خاصه الزوجات اليوم بمجتمعنا بيفكروا انه انا الحل لما لا اخلص انا من مشاكلي من الطلاق، بس حصلت على الطلاق انتهيت من مشاكلي. لا، المشاكل تظهر بعد الطلاق، خصوصا اذا في اولاد. فانت مشاكلك بالمجتمع بحياتك تظهر بعد الطلاق. نحن كثير اليوم اهالي بشجعوا بناتهم على الطلاق. هيك عمل زوجك اتطلقي، نحن بنرعاكي، نحن بنرعى اولادك، رح يرعوهم يوم 2 3 5، وبعدين رح تظهر المشاكل اصعب من اللي كانت موجوده اثناء الحياه الزوجيه. حتى اذا بجوز اذا كانت ظروف الاهل ما بتساعد تماما على هذا الشيء، هون رح يتفاقم المشكله. تماما. اكيد استاذ معلومات كثير مهمه قدمت لنا اياها، اكيد بدنا نشكر حضورك معنا، واكيد نتمنى حياه سعيده للجميع بعيده عن المشاكل والخلافات، واهم شيء بما يخص مصلحه اليوم الاولاد اللي هدول هم دائما الحلقه الاضعف. أكيد. شكرا لحضورك معنا، بقيه نهار حلو. الله يسلمك، شكرا لك.